السلام عليكم، معكم محمود من قناة روى لايف. ما هو الحل الأمثل لمشكلة الطهارة أو النظافة في روسيا؟ لمن لو أنت عايش في أبشجيتيا سواء في أوكرانيا ولا في روسيا مش هتفرق، لو أنت في السكن الطلابي والتواليت عندك في مشكلة إن هو في الطهارة مش ظريف شوية من غير تفاصيل أنتوا عارفين، وقالوا لك مش هينفع إن أنت تعدل فيه تكنيكاليا او تقنيا ان انت تركب خرطوم والحدوتة اللي الناس بتتكلم فيها، او تركب شطاف بنفسك انت تعمل فيها سباك وتركب وكده، قال لك لا ممنوع يا يعني ايه نيزيا. لو قال لك كده هتعمل ايه التصرف؟ الناس يقول لك عادي تصرفنا جبنا ازازه وبتاع. لا لا، ازازه صعبه هتتعذب وهتغرق، مش صح، او مش ده الحل الامثل. هو حل مؤقت لحد ما تجيب الحل الامثل. الحل الامثل ان انت تجيب بخاخه او رشاشه، اي تروح سوبر ماركت شوف اي حاجه تكون صغيره كده من اللي هي بترش، زي مثلا ملمع الزجاج، مثلا منظفات، حاجه مثلا تكون بترش، هاتها وركبها على ازازه صغيره او على علبه صغيره وحط جواها الميه، وهي بيبقى ليها شاليمو او شفاط بيتحط جوه كده وتتبرم. فبتجيب حاجه صغيره على قد الحجم يعني، عشان طبعا اكيد كبيره كده هيبقى صعب في المانيبوليشن او في التحكم يعني. فانت محتاج حاجه تكون قصيره ويكون البخاخه بتاعتها مش ضخمه يعني، حاجه كده، وتكون بترش بشكل توزيعي يكون في تحكم حتى في الفوهه بتاعتها او النوزل بتاعتها اما تيجي ترش. فشوف السوبر ماركت، شوف اكتر من سوبر ماركت لحد ما تلاقي طلبك. انا للاسف مش متذكر، لان انا ما بستخدمش الموضوع ده دلوقتي، لكن اما بسافر في حتت معينه بشتري حاجه زي كده. فما اعرفش ايه الماركه المعينه اللي انت تلاقيها في اوكرانيا، ايه السريدسفا او المسحوق او الحاجه اللي انت بتستخدمها علشان تشتري العبوه بتاعتها وتستخدمها، وبعد ما تخلص بعد ما تفضى تستخدمها للطهاره وتحط فيها ميه. في ناس حتى بتروح حط فيها ميه بورد وبتاع للطهاره، برضه ده حاجه اضافيه، حاجه كويسه، بيحط عليها ماء موردي يعني للطهاره وكده مع الميه عشان يبقى ريحتها كويسه. المهم علينا، الرشاشه دي هي الحل الامثل لو انت مش قادر ان انت تركب شطاف او تركب طهاره، اداه طهاره اسلاميه صحيحه. في ناس حتى مش مسلمين بس يقول لك ايه، انا اتعودت على الموضوع ده اما كنت عايش في تركيا مثلا او كنت عايش في دوله عربيه، والموضوع ده كويس وبيريحني فانا برضو محتاجه. فدي نصيحتي برضو لغير المسلمين والناس اللي هي بتدور على الهدف ده، اللي هو عندنا في مثلا في مصر بيسموه البيديه. في ناس عندها البيديه مثلا ما يقدرش يعيش من غير البيديه، ان هو بيبقى فيه اداه طهاره تنظيف فهو بيحتاجها، فمش لاقيها في روسيا وفي اوكرانيا. فبقول لك اهو حل امثل، حته انا عارف مهمه جدا اساسيه جدا لناس كتير. فاول ما بتروح طبعا دلوقتي ما شاء الله الطلبه الجدد في اوكرانيا وروسيا ناس معديه، ناس قاريه قبل ما تروح، عندهم خلفيه ما شاء الله كويسه جدا، متعاملين مع مشاكل كتيره قبل حتى ما انت ما تطرح عليهم وتقول لهم مشكله كذا، يقول لك حليناها، عملنا كذا، كذا، بقينا بنروح في الحته الفلانيه. الحمد لله عارفين سكتهم، وحتى لو مش عارفين بيسالوا وبيتعرفوا، عارفين الابلكيشنز على الموبايل وكل حاجه زي الفل. انا مش قلقان على طلبه الجيل الحالي في حته المعرفه، انا قلقان عليهم من حته تانية. وفي حلقات اتكلمت على اول اسبوع في اوكرانيا او اول اسبوع في روسيا. بس تبقى نقطه الشطاف او الطهاره او النظافه بتتطلب هذه القنينه او هذه البخاخه او الرشاش. هذا البخاخ او الرشاش مهم جدا وبيبقى اغراضه كتير يعني، انت ممكن تجيب اكتر من واحد. واحد مثلا ايه، الناس اللي هي بتحلق جوه، بيحلق لنفسه مثلا، مش بيحلق لنفسه ينفض لنفسه يعني، لا بيحلق حلاقه مثلا الوش او الشعر جوه السكن الطلابي، فبيحتاج الرشاشه دي برضو ايه علشان يرطب الشعر وهو بيقصه او للغسيل او اي حاجه. احيان كتيره الماء بتكون مقطوعه في السكن الطلابي وناس كتير عارفه القصه دي، فبرضو الرشاش دي بتبقى مفيده، بدل ميه بتدلق كده لا ترش وتتطهر وتتوضع الصبح وتغسل وشك وتبقى الدنيا ايه سهله بالنسبه لك. ساعات برضو في البرد بنستخدم الرشاشه دي للطهارة لما يكون المية التدفئة ما وصلتش، مفيش مية ساعة، مفيش مية سخنة، أو أنا مكسل إن أنا يعني، أو الحمام مشغول أو فساعات بيبقى الرشاشة دي عملية في أغراض كتير من غير ما أفسر يعني. فإن شاء الله تكون ده توصية نافعة ليكم،
ولو انا لقيت الرشاشه دي في اي سوبر ماركت وانا ماشي هصورها لكم واوريكم مثال ممكن تستخدموا ايه. بس اظن ان الناس الاذكيه الطلبه بتوع دلوقتي عندهم وعي كبير جدا, مش هيبقى عندهم مشكله في ايجاد هذه الرشاشه. مش عارف ليه الشمس ناقعه قوي النهارده, 26 درجه. يمكن احنا في ابريل يا جماعه, احنا النهارده كام؟ النهارده 23 ابريل. فبهذا المنظر او بهذا التوقيت المفروض الدنيا تبقى مش حر قوي كده, بس هي يومين ثلاثه موجه حر. على فكره موجه الحر بتيجي في روسيا عادي, وبتيجي في اوكرانيا عادي, وبتيجي في بيلاروسيا عادي, في كل العالم. فهي يومين ثلاثه وبعد كده ايه بتقلب. يعني احنا بقى لنا اهو يومين ثلاثه اهو, وفاضل يومين كمان يعني 5 ايام, بعد كده ترجع تبرد تاني اخر برد بقى ان شاء الله, وبعد كده هتدفي وان شاء الله ناخد صيف رائع وفلوجات مميزه ان شاء الله السنه دي. ده ايه ده حصل؟ ونشوفكم على خير في حفظ الله. السلام عليكم.